رئيس الوزراء المالطي يصل إلى طرابلس ويلتقي المنيفي ودبيبة. ليبيا ومالطا تؤكدان تطلعهما لزيادة التعاون السياسي والتجاري بين البلدين. وفي كلمة وجهها للشعب، دبيبة يؤكد السعي للوصول إلى استحقاقات 24 من ديسمبر. أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة 24 فيها أيضا. تزامنا ووصول اللقاح إلى ليبيا، تفشي الوباء يجبر عددا من المناطق على إغلاق مؤسساتها التعليمية. وفي التفاصيل، وصل إلى العاصمة طرابلس اليوم رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، وكان في استقباله رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، كما استقبل روبرت أبيلا من قبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. وفي مؤتمر صحفي عقده رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة مع رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، أكد دبيبة أن مالطا لعبت دورا مهما في إنهاء الصراع في ليبيا من خلال استضافتها للقاءات مبادرات فض النزاع الليبي، مشيرا إلى رغبة الحكومة الليبية في فتح صفحة جديدة مع مالطا أساسها التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين. مالطا لعبت دور مهم جدا في إنهاء الصراع في ليبيا باستضافتها عدة لقاءات مهمة جدا في من خلال مبادرات النزاع. ستعمل على بدء صفحة جديدة أساسها التعاون المشترك والتنسيق في المواقف وخصوصا في القضايا المحلية إقليمية بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين. وأشارت بيبا خلال المؤتمر ذاته إلى رغبة الحكومة في زيادة التعاون بين ليبيا ومالطا في كافة المجالات، وعلى رأسها التبادل التجاري وتنشيط الاستثمار وعودة حركة الطيران وتعزيز الحضور الدبلوماسي بين البلدين والعمل على تسهيل إجراءات الليبيين المقيمين في مالطا. نتطلع إلى زيادة التعاون بين البلدين في كافة المجالات، وعلى رأسها التبادل التجاري وعودة حركة الطيران بين البلدين وتعزيز الحضور الدبلوماسي وتقديم الخدمات القنصلية وخاصة فيما يتعلق بخدمات التأشيرات داخل ليبيا، وكذلك تسهيل إجراءات المواطنين الليبيين المقيمين في مالطا وغيرها من البرامج المشتركة التي يمكن أن تساهد في تطوير العلاقة بين البلدين. سيد الرئيس، نتطلع أيضا إلى تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات في إعادة التعامل الجدي الحقيقي المصرفي بين الدولتين. من جانبه، قال رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه برئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة اليوم، إن مالطا هي الدولة الأولى التي دعت إلى زيارة رسمية إلى ليبيا، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين خاصة في المجال الاقتصادي. دولة مالطا هي الدولة الأولى التي دعت للزيارة رسمية للدولة، وأشرف باستقبالكم مرة أخرى. كذلك فإنه لا يفوتني أن أشكر إخوتنا من ليبيا على هذه الأخوة والاحترام المتبادل، وهذه الروح الأخوية وروح الصداقة بين البلدين على الصعيد الاقتصادي. هذا وأكد أبيلا خلال المؤتمر الصحفي أن ليبيا شعبا وحكومة حلفاء جيدون لدولة مالطا، مضيفا أن دولته تعتزم فتح سفارة وقنصلية لها على الأراضي الليبية والتي من شأنها تسهيل الاستثمارات بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيتم تسيير رحلات بين البلدين في أقرب وقت ممكن. ذلك لأننا ندرك أن ليبيا
شعبا وحكومة حلفاء جيدون لدولة مالطا، وكلنا فخر في أننا من المزمع أن نفتح سفارة وقنصلية لدولتنا هنا على أراضيكم، لتكون هذه السفارة بمثابة النافذة لإجراء الاستثمارات وتسهيل الشؤون الاقتصادية والشؤون الاقتصادية. كذلك فإننا نعلن أنه سوف تكون هناك رحلات مباشرة ومتواصلة بين ليبيا ومالطا في القريب العاجل. تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي اليوم اتصالا هاتفيا من الأمين العام لاتحاد دول المغرب العربي طيب البكوش لتهنئته بتولي منصب رئاسة المجلس الرئاسي. هذا وبحث الاتصال أهمية تفعيل اتحاد دول المغرب العربي بالنسبة لدول المنطقة، كما أعرب البكوش عن نيته زيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن. جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي تأكيده على الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها خلال لقائه رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل أمس في طرابلس. من جانبه عبر ميشيل عن استعداد دول الاتحاد الأوروبي لتوفير كافة سبل دعم الاستقرار والسلام في ليبيا لإجراء الانتخابات في موعدها، كما ناقش اللقاء الذي عقد بقصر ولي العهد في العاصمة سبل التعاون في ملف الهجرة وتأمين الحدود البحرية مع الاتحاد الأوروبي. من جانبها أكدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أن دور الحكومة الأساسي ينصب في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد. وطالبت المنقوش في مؤتمر صحفي مشترك أمس مع رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل، طالبت الاتحاد الأوروبي بتكثيف جهوده من أجل دعم الإجراءات الفنية واللوجستية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. دور حكومة الوحدة الوطنية تحقيق الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة على مستويات مختلفة لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد. قدمت الحكومة كل الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ونحتاج لتكاثف جهود الاتحاد الأوروبي في دعم المفوضية في الجوانب الفنية واللوجستية وأيضا التوعوية. نؤكد على استراتيجيتنا واضحة وجادة تجاه مغادرة المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية فورا. بدوره أكد رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى رغبة الاتحاد في أن تجرى الانتخابات الليبية في موعدها المحدد. كما تطرق ميشيل إلى ملف كورونا كاشفا عن أن الاتحاد الأوروبي سيساعد ليبيا بتقديم 50,000 جرعة من لقاح كورونا قريبا. أردت زيارة ليبيا في أسرع وقت ممكن كي أوصل إلى الشعب الليبي رسالة بأن الاتحاد الأوروبي يعمل مع حكومة الوحدة الوطنية من أجل مستقبل ليبيا. نحن ندعم الشعب الليبي من أجل النهوض ببلده الذي سيتحقق بعد خروج كل المرتزقة من الأراضي الليبية، كما أؤكد تشجيع وتأييد الاتحاد الأوروبي إجراء الانتخابات الليبية في موعدها. أريد أن أشير إلى أننا سنساعد ليبيا لمكافحة وباء كورونا بتقديم 50,000 جرعة لقاح ضد كورونا في القريب العاجل. أكد رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة خلال كلمته التي وجهها لليبيين أمس أهمية توفير الأرضية الملائمة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 من ديسمبر. المزيد في هذا التقرير. موعد منتظر تسخر له السلطات المحلية ممثلة بالمجلس الرئاسي ورئيس الحكومة كافة الجهود الممكنة لتصل إلى يوم 24 من ديسمبر بأمن واستقرار يتيح تنفيذ الانتخابات الوطنية، الهدف الأساس لوجود هذه السلطة التنفيذية. نتأمل أن احنا نصل للانتخابات في 24 ديسمبر بعون الله، أقل حاجة مرتاحين نسبياً باش نقدر نختاره من يقودنا في المرحلة الجاية بشكل هادي وبشكل مريح، وحتى ننتخبه بدون حروب بدون نزاعات بدون صراعات بدون اشتباكات بدون انشقاق. وهذا من حق الليبيين أن هم يروا في نفسهم أن هم راهوا لابد ينتخبوا من يرون ومن يقودهم، وهذا حق لهم في الحياة.
بهذه الكلمات أكد رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة خلال كلمة وجهها إلى الشعب الليبي أهمية توفير الأرضية الملائمة للانتخابات، في إشارة إلى الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي يحتاجه المواطن ليكون قادراً على اختيار من يمثله ديمقراطياً. توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ليبيا لم يكن أمراً سهلاً على مر 10 سنوات مضت، عانى فيها الليبيون من تأخر في المرتبات ونقص في السيولة، فرأينا مشهد الطوابير أمام المصارف والانقطاع الطويل للكهرباء وأعداداً متزايدة من الشباب الباحثين عن عمل، كلها احتياجات يجب توفيرها لكل ليبي، رهانات عديدة وتحديات كبيرة تحملها حكومة دبيبة التي قدمت التزامات للليبيين تمثلت في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وإنهاء أزمة السيولة وتقديم الخدمات لجميع المواطنين وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، إضافة إلى إكمال توحيد مؤسسات الدولة الذي أنجز جزء كبير منه وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد وتعزيز المصالحة الوطنية، كلها تصب في هدف واحد هو تمهيد أرضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري وفق خارطة الطريق المحددة من قبل لجنة الحوار السياسي. دوليا، قال رئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن ما يحدث حاليا في ليبيا من انتعاش نسبي في المشهد السياسي إثر الاتفاق على حكومة انتقالية نالت ثقة البرلمان في 10 مارس هو ما نادت به الجزائر، مؤكدا في تصريحات صحفية استعداد بلاده لمساعدة ليبيا في المضي قدما نحو تنظيم انتخابات شاملة نهاية هذه السنة، لافتا إلى أن ما كانت تتبناه الجزائر تحقق بعودة الهدوء إلى ليبيا، ومشيرا إلى أن ما حدث شيء يشرف الليبيين بعد إتمام إجراءات تداول السلطة بصفة سلسة واحترام متبادل. محليا، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي سوق الجمعة، حيث بلغ عدد المقترعين 9436، فيما فازت قائمة الزيتونة بالمرتبة الأولى، تلتها قائمة الإعمار والشمس، كما فاز المرشح عبد المهيمن أبو السين عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، تلاه المرشح عبد القادر النجار، بينما جاءت المرشحة مفيدة سولا من فئة المرأة في المرتبة الأولى، تلتها المرشحة نعيمة أبو شاقور. إلى ملف كورونا، حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، هذا وأضاف المركز في بيانه اليومي تسجيل 20 حالة وفاة، في حين تمثل للشفاء حوالي 600 مصاب. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. بعد أن ارتفع عدد الفحوصات المخبرية قليلا، كان لابد من ارتفاع عدد الإصابات كما كانت تشير المعطيات المتوفرة، فنسبة الفحوصات الإيجابية التي يعتمد عليها في تقييم الوضع الوبائي كانت وما زالت تستقر عند رقم مرتفع بغض النظر عن عدد الفحوصات اليومية. في تقريره اليومي المنتظر دائما، المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن تسجيل 1148 إصابة جديدة بكورونا، محققا بذلك انخفاضا نسبته 1.5% عن اليوم السابق. الحالات المسجلة خلال الساعات 24 الماضية توزعت على مختلف مدن ليبيا، إلا أن طرابلس كانت لها الحصيلة الكبرى بتسجيلها 544 إصابة موزعة بين حالات جديدة ومخالطة، تليها مصراتة ب 133، ثم جنزور ب 39 حالة. حالات الشفاء هي ما يبعث الطمأنينة في النفوس وسط حالة وصفت مرارا وتكرارا بالكارثية، إذ تماثل للشفاء 598 مصابا لترتفع حالات الشفاء إلى 149,836.
ولعل أغلى ما خسرناه خلال هذه الجائحة هو الوفيات اليومية بين صفوف المواطنين، والتي ارتفعت إلى 2757 بعد تسجيل 20 وفاة جديدة رحمهم الله جميعا. الحذر الحذر والأخذ بالإجراءات الوقائية التي طال الحديث عنها هما السبيل الوحيد للتقليل من حدة هذا الوباء، إضافة إلى البدء في حملة التطعيم بعد وصول أولى شحنات لقاح كورونا إلى البلاد. هذا كما أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة بإدارة الشؤون الصحية في البيضاء تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة من بداية أبريل حتى يوم أمس الأحد، فيما وصل عدد حالات الاشتباه إلى 82 من أصل 1173 مترددا على المركز لإجراء الكشف الطبي. وعليه دعا المركز المواطنين إلى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي. وفي طبرق أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما لم تسجل أي حالات وفاة أو شفاء، وذلك وفقا للبيان الأخير الصادر عن اللجنة المنشور بصفحتها الرسمية. من جانبه أعلن فريق الرصد والاستجابة السريعة بمدينة غدامس أمس تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة وعشر حالات شفاء، موضحا في بيان له أن إحصائية الوضع الوبائي حتى 4 أبريل الجاري سجل 391 حالة موجبة و35 حالة نشطة وعشر وفيات، فيما تماثل للشفاء 346 مصابا. قررت لجنة مجابهة وباء كورونا في بلدية سرمان إيقاف الدراسة للصفوف من الأول حتى الخامس الابتدائي إلى حين إشعار آخر نظرا لتفاقم الوضع الوبائي داخل البلدية. اللجنة قررت أيضا استمرار الدراسة لباقي السنوات إلى حين استكمال الامتحانات، مع ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة مع من ظهرت عليهم أعراض للحد من انتشار الوباء. كما أعلن المجلس التسييري لبلدية لبيار إغلاق كافة المؤسسات التعليمية ومن بينها جامعة لبيار اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر، وذلك نظرا لتردي الوضع الوبائي وزيادة عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا في كافة مناطق البلاد عامة وفي الأبيار خاصة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف محمد القطراني عميد بلدية الأبيار. سيد القطراني، بعد الترحيب بك، ضعنا في صورة الوضع الوبائي في بلدية الأبيار من جانب عدد الإصابات اليومية وحتى أعداد الوفيات، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذة على هذه المداخلة. طبعا نظرا للأوضاع الخطيرة و زايد عدد حالات الوفيات في بلديه لبيار، فتم القرار من عندنا وتم احصاء هذه الوفيات اللي تمت في مدينه لبيار، علما بان تم توضيح مع لجنه التخصي الامراض الكورونا اللجنه المكلفه عندنا في بلديه لبيار بعد تقرير الرعايه الاوليه وتقرير مراقبه الصحه لبيار. تناقشوا في عملية الاجتماع، تم بإصدار قرار بإقفال جميع المدارس والجامعات والمعاهد العليا في مدينة لبيار، حفاظا على صحة الطلبة وصحة هيئة التدريس وصحة المواطنين وأولياء الأمور. هل تم تسجيل حالات في صفوف الطلبة أو في صفوف الموظفين بالمدارس أو الجامعات؟ نعم سيدة، طبعا احنا عندنا 5 حالات وفاة وعندنا 6 حالات الان في قسم العزل. نعم. مصابين كذلك بمرض الكورونا، والان اليوم في حالة من الحالات علمت فيها. نعم. في حالة من الحالات توفت حتى هي من حالة الكورونا. نعم. نعلم بان في طلبة عن انا في طلبة في مدرسة انا مصابين بكورونا، طبعا مدينة مدار الان تناسب الحقيبة الوطنية الجديدة. نعم. عاجلا بهذا الوضع القائم في مدينة لبيار، ونأسف أسف كبير على وزير التعليم
الان السكان المجتمع في بنغازي ويطلب من مراقبي التعليم بعدم اقفال المدارس. لان لا ينزل هذه الحالات ولا ينزل اي شيء، علما بان عند في بعض النقاط في الاجتماع يقول لا تهتد بعمداء البلديات. هذا الوزير انا اتمنى انه يقرا قانون 59 اولا ويحفظ الماده 9 في قانون 59، يحفظ الاول الماده 9 يحفظها ويأكد على موضوع عمداء البلديات شو دورهم داخل البلديات. انا من الناس في الحكومه الوطنيه، ان الحكومه الوطنيه نراها في التلفزيون وفي القنوات وفي على التواصل الاجتماعي كلام يقولون ولا فعل لدي. طيب سيد القطراني، حتى قرارات الان لم تنفذ هذه القرار. لحظه يا استاذه معلش، لا ينفذ هذه القرار. انا الان لي 10 ايام في مدينه طرابلس يناسب في الحكومه الوطنيه. لي 10 ايام وانا عندي الان لم نلقى اي وزير من الوزراء الحكومه الوطنيه الجديده موجود في مكتب. هم قاعدين في فنادق وتليفوناتهم مقفله. طيب الناس تموت والناس تعبت والناس قاعدين حتى صحيا غير موجودين. لم يتم متابعتها مع البلديات او مع عمداء البلديات. طيب سيد القطراني، الم يتم تقديم اي مساعده او كان هناك توجيه يعني وعود للبلديه للمساعدات؟ يا استاذه لم يتم اي تقديم لا من الحكومه السابقه ولا من هذه الحكومه الجديده. ونحن نناشد هذه الحكومه لان تلتفت الى هذه البلديات التي تصير في حالات الوفاه. نعم. الناس راح وقفت الى عند الموت. ما يطلعش التلفزيون يقول لك انا جايب لك حقنه كورونا ولا جايب لك جرعه بتاع كورونا او تصل بكره ولا بعد بكره، انت تبي تصل الجرعه اللي تحكي عليها، ومن اللي بيوصلها؟ ما ياخذهاش الراجل يروح ياخذوها الناس المسلمين اللي ما عنده. شو اللي بيوصل لها للمواطن الليبي الكلام هذا؟ بعدين يقدرش يشدق قولنا ويطلعوا لنا في الاعلام يتشدقت الحكومات الحكومه السابقه كالحكومه الجديده، الوجوه لم تتغير، فتم تغيير اسماء فقط. تغيير اسماء فقط. طيب وزارات تغيير اسماء فقط. نعم. لم طيب تتغير من شيء. سيد في ازمه ومازال الوضع الليبي يعاني، لعند الان الوضع الليبي لا يتحصل حتى على المرتبات. طيب سيد القطراني، سيد القطراني يعني بالجهود البلديه هل هناك اجراءات تم اتخاذها على الاقل يعني مبدئيا لتفادي تفشي كبير للوباء؟ يا استاذ الاجراءات من الناس الخيره. نعم. في البلديه او مجهودات ذاتيه. نعم. من وزاره الصحه او من مستشفى الديار العام او من مراقبه الصحه او من الرعايه الاوليه او من ناس فعالة الخير فقط. ان الان الحكومه لا تدع الاحداث ترد حتى على الرسائل. حتى نعم. الرسائل اللي حولناها لهم، في البريد اللي حولناه لهم مستعجل. لعند الان لم يتم عليه الرد، مستعجل. الوزير لم يوجد في مكاتبه. لا وزير صحه ولا وزير تعليم ولا وزير حكومه، ما جيناش حدنا. نعم. نحن اولا يكون عندنا وزير حكم محلي، لنا 10 ايام نحن موجودين في مدينه طرابلس لن نلتقي به يوما لم نلتقي به وزير حكم محلي. نعم. علما وصلنا لعند النائب الاول حكينا له على الاوضاع وقلنا له احنا الوزير. طيب شكرا سيد محمد القطراني عميد بلديه الابيار، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وعن جديد اللقاحات، قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن لقاح أوكسفورد أسترازينيكا سيصل على دفعات خلال الأيام القليلة المقبلة. النجار وفي تصريحات صحفية أشار إلى أن الدفعة الأولى هي 65 ألف جرعة، وذلك في إطار مبادرة كوفاكس للقاحات المدعومة من الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الكمية المنتظرة هي 340 ألف جرعة، موضحا أن السلطات الجديدة تعول على العقود التي أبرمت مع شركات كبيرة لاستيراد نحو 3 ملايين جرعة من اللقاحات. هذا وكان قد أعلن رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى ليبيا، مبينا أن دفعة أخرى ستصل يوم الأربعاء تقدر ب 300 أو 400 ألف جرعة، وأنه بحلول 11 من الشهر الجاري سيكون قد وصل إلى البلاد 1 مليون جرعة من اللقاح. وأوضح رئيس الحكومة أن صعوبات كبيرة جدا واجهتهم في توفير المخازن المبردة اللازمة لحفظ اللقاح، وأنه تم تجهيز كل ما يلزم لاستقبال وتخزين اللقاح كما يجب. وصلت أول كمية من لقاح الكورونا كما وعدناكم. نحن سعينا جاهدا على توفير هذه الكميات. هذه الكمية صحيح بداية وقليلة
ولكن بعون الله ستتصل تباعا وفق برنامج معد لذلك. يوم الأربعاء حتصل الكمية الثانية وهو حوالي 300,000 أو 400,000 جرعة. قبل يوم 11 حتصل 1,000,000 جرعة أخرى، وإن شاء الله حتصل وفق برنامج زمني مدروس. وحول فعالية اللقاحات التي ستصل تباعا إلى البلاد، دعت بيبة المواطنين إلى عدم الالتفات للإشاعات المتداولة، مؤكدا أن كافة اللقاحات خضعت لدراسات وتجارب أثبتت فعاليتها بنسب متفاوتة. ما جاش أي لقاح في هذا البلد إلا من خلال لجنة دراسة ومجرب وعندها احتماليات النجاح بنسبة عالية جدا جدا، تصل إلى تسعينيات 95 أو 96. طبعا مازال العملية في العالم كلها فيه من يجرب فيه لحد الآن، ونحن لا نختلف على هذه الدول وهذه هؤلاء الناس المحيطين بنا. نطلب من الأخوة في وزارة الصحة أن تنظم توزيع هذا اللقاح بشكل دقيق، ونيت إن شاء الله حنكون من خلالكم أن سنتلقى أنا ومجموعتي وأنا والأعضاء الحكومة كلهم تلقوا هذا اللقاح، واستبشروا خير تجدوه. من جانبه قال وزير الصحة علي الزناتي إنه بعد وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا ستصل باقي الشحنات تباعا خلال الفترة القادمة، موضحا في مؤتمر صحفي تقسيم من سيتلقون اللقاح إلى 4 فئات: الأولى عناصر خط الدفاع الأولى، والثانية كبار السن، والثالثة أصحاب الأمراض المزمنة، والفئة الرابعة العاملون في المراكز الصحية. وطمأن وزير الصحة الشعب إلى أن الحكومة في طور توفير لقاح كورونا بأعداد تكفي السكان جميعا. اليوم وبعون الله وتوفيقه تم توفير 101,250 جرعة من اللقاح، وبعد يومين إن شاء الله الأربعاء القادم أو 3 أيام سيتم توفير 300,000 إلى 400,000 جرعة، وبعدها يوم 11 إن شاء الله سيصل إلى أكثر من 1,000,000 جرعة. ومن المعلوم لديكم أن المتوقع أن يصل إلى 10,000,000 جرعة لقاح من هذا النوع وغيره من الأنواع الأخرى من اللقاحات. وزير الصحة أعرب عن أمله في أن تتمكن الحكومة من توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا وإعطائه لمستحقيه للقضاء على هذه الجائحة، مشيرا إلى أن أول تحد سيواجه الحكومة هو النجاح في القضاء على جائحة كورونا. نتمنى من الله العزيز القدير أن يوفق كحكومة أو حكومة الوحدة الوطنية في توفير اللقاح وفي إعطائه لمستحقيه لإخفاء هذه الجائحة وهذا الكابوس عن ليبيا إن شاء الله. الشكر للسيد رئيس الوزراء الذي بذل شخصيا جهوده حتى قبل تولينا لحقيبة وزارة الصحة، ودار معه كل الاتصالات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية من أجل توفير هذا اللقاح. قال المدير التنفيذي للتطعيمات في طرابلس الصادق البهليل في مداخلة هاتفية مع قناتنا إن المركز الوطني لمكافحة الأمراض هو الجهة المشرفة على تنظيم عملية التطعيم وفق منظومة رسمية، داعيا كل الليبيين إلى التسجيل فيها، ومشيرا إلى أن أولوية إعطاء اللقاح ستكون للعاملين في مراكز العزل والأطباء وأصحاب الأمراض المزمنة. التوزيع طبعا هو اللي مشرف عليها، طبعا اللي هو مشرف على المركز الوطني في منظومه رسميه، المنظومه هذه يجب التسجيل فيها لكل الاخوه السعوديين و توزيع البلديات ال
يسجل في البلديه عند المواطنين يسجل اسمه واسم بلديته. الاساس والاكيد حيكون في الاولويه للاخوه اللي في العزل، الاخوه اللي في المختبرات، والاخوه اللي في الفنتره ويشتغلوا على الامراض المعديه والامراض المزمنه فوق 18 سنه الى 65 سنه الى العمر السني اللي هو بعد 65 سنه. بحث رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة التحديات التي تواجه القطاع الصحي خاصة في ظل جائحة كورونا، وذلك خلال اجتماع موسع عقده أمس بحضور وزير الصحة علي الزناتي وضم عددا من مديري المستشفيات. هذا وشدد دبيبة خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء على ضرورة توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، مؤكدا أن حكومته ستقدم عبر وزارة الصحة كافة التسهيلات اللازمة لمختلف المراكز الطبية لضمان توفير الخدمات بشكل مستمر. هذا وعقد اليوم بديوان وزارة الصحة اجتماع ضم وكيل الوزارة لشؤون الإمداد والمشروعات عبد الرحمن عمير ومدير مستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس غيث أحمد وعددا من المسؤولين، وذلك لمراجعة عقود التجهيزات ومشاريع الصيانة القائمة بالمستشفى. كما تمت مناقشة سبب تأخير بعض الشركات في استكمال المشاريع داخل المستشفى، حيث أعطى الوكيل تعليماته باتخاذ الإجراءات المطلوبة. وتطرق الاجتماع كذلك إلى مراجعة عقود صيانة وتطوير مبنى التعقيم. وفي جالو عقدت البلدية أمس اجتماعا موسعا بمديري المراكز الصحية والمستشفيات في البلدية، ناقشت خلاله توحيد وتنسيق الجهود داخل كافة المرافق الصحية، وذلك استعدادا لأي تطورات وبائية. كما تمت خلال الاجتماع مناقشة آلية تفعيل مستشفى الطوارئ، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة في البلدية. وفي ختام الاجتماع شدد عميد البلدية على ضرورة عمل كافة المرافق كفريق عمل واحد ليحظى المواطن بأفضل خدمة. تحت شعار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، افتتح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا، مثمنا مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى إرساء دعائم المصالحة الوطنية ولم الشمل ورأب الصدع. ويشارك في هذه الجائزة نحو 100 متسابق من مختلف مدن ومناطق ليبيا بدعم ومساندة من جميع المكاتب التابعة للهيئة العامة للأوقاف وشؤون الإسلامية في كل المدن الليبية. نظمت جمعية شباب وعطاء بسبها جلسة حوارية حول دور المجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون في سبها بالتعاون مع الاتحاد النسائي بالجنوب وبمشاركة عدة مؤسسات مدنية محلية ومجموعة من الناشطات بالحركة النسوية بالمدينة، إضافة إلى ضابطات بمديرية الأمن الوطني سبها. المزيد في سياق هذا التقرير. نظمت جمعية شباب وعطاء بسبها جلسة حوارية حول دور المجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون في سبها بالتعاون مع الاتحاد النسائي بالجنوب وبمشاركة عدة مؤسسات مدنية محلية ومجموعة من الناشطات بالحركة النسوية بالمدينة، إضافة إلى ضابطات بمديرية الأمن الوطني بسبها ومجموعة من الصحفيين المحليين بالمدينة. رئيس جمعية شباب وعطاء محمود شحات قال لقناتنا إن الحوارية هدفت إلى دراسة الأسباب التي قد تعرقل مؤسسات المجتمع المدني عن القيام بدورها فيما يخص تعزيز الأمن وسيادة القانون، خاصة في مدينة سبها التي عانت لفترات من الفلتان الأمني والذي انعكس سلبا على كافة مناحي الحياة في المدينة. أهدفت الجلسة الخروج بتوصيات ومع توصيات لسيادة القانون ودور المجتمع المدني في مدينة سبها والعمل على هذه التوصيات في المستقبل إن شاء الله. أهم محاور التي تدورت في هذه الجلسة هو ما هو منظور المجتمع المدني في سيادة القانون، ما هو دور المجتمع المدني في سيادة القانون في مدينة سبها، وما هي المعوقات التي تعوق المجتمع المدني في سيادة القانون في مدينة سبها. يشار إلى أن الجلسة التي شاركت فيها 14 منظمة مجتمع مدني في سبها خرجت بعدة توصيات في هذا المجال،
وستعمل الجمعية على عقد ملتقيات تضم عدداً أكبر من مؤسسات المجتمع المدني المحلية لتدارسها ومتابعتها والتواصل مع المؤسسات الأمنية والقانونية بخصوصها. نشرتنا متواصلة مشاهدينا وفيها بعد فاصل قصير. دبيبة يؤكد اتخاذ إجراءات جديدة لدعم الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكد رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة على دعم الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك بما يحتاجه من مواد غذائية ومساعدات مادية، وذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من أصحاب رؤساء الأموال ورجال الأعمال الليبيين حثهم فيه على تقديم ما أسمته الحكومة هدية رمضان لذوي الدخل المحدود. في رمضان رفعنا فكرة ان احنا نديروا نوع من الدعم للناس اللي هي محتاجة فعلا لدعم حقيقي في المواد الغذائية والله في اي برنامج ثاني. لمينا رجال الاعمال والتجار وقلنا لهم ايش اللي تقدروا تديروه بهذه الفرحة في لمة ليبيا بدعم هذا الشعب او دعم الفئات المحتاجة لهذا الشعب. أعتقد أن هم الناس ساهموا فيه اللي ما بس يذكر حتى اسمه ولا مؤسسته واعتبرها أن هي إذا كانوا هدية اعتبروها هدية، إذا كانوا دعم الفئات هذه اعتبروها دعم. رغم من عليكم حد هذين كلهم حتى هم خدموا في ليبيا واستفادوا من الليبيين وبيحاولوا أن هم يساعدوكم. أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلام الغويل على أهمية الجنوب الليبي كقطعة عزيزة من تراب الوطن الليبي، وذلك وطرح المشاريع الحديثة بما فيها مشاريع الطاقات البديلة والمتجددة كاستفادة من طاقة الشمس في توليد الكهرباء وغيرها. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع كل من رئيس جامعة سبها مسعود رقيق وعدد من ممثلي الكليات، حيث تطرق الاجتماع إلى معاناة الجنوب الليبي والتبعات الاقتصادية على سكانه وما تعانيه جامعة سبها ودورها في تقديم المقترحات والدراسات وورش العمل التي من شأنها دعم البرامج الاقتصادية والخطط التنموية لحكومة الوحدة الوطنية. وفي خبر عن النفط، أكدت شركة الواحة للنفط بدء العمل منذ عدة أيام على تأهيل المرافق الإنتاجية والخدمية ومجموعات الصيانة والتطوير بمحطة الدفة الجنوبية والتي خرجت عن الخدمة منذ عام 2012، وذلك بعد توفير المعدات اللازمة ووضعها على الإنتاج مجددا وكذلك إجراء الاختبارات اللازمة، ومن المتوقع عودتها إلى العمل في غضون أسابيع. أهاب المجلس التسييري سيرت بكافة سائقي المركبات الآلية إلى عدم دفع أي رسوم إضافية لمحطات الوقود بالبلدية عند القيام بتعبئة مركباتهم بالوقود باستثناء قيمة البنزين فقط.
منبها إلى أن الأخبار التي تم تداولها على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بفرض رسوم تقدر بدينارين وثلاثة دنانير غير صحيحة، ومؤكدا أنه سيتابع مع شركات الخدمات النفطية العاملة في سرت ملف الرسوم الذي فرض سابقا. والآن مشاهدينا إلى مؤتمر صحفي للمجلس الرئاسي من طرابلس حول الأوضاع الأخيرة في ليبيا. الذي تم فيه الإعلان عن تشكيل المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، والتي تشكل برئيس وستة أعضاء. هذا وأكد المجلس الرئاسي خلال هذا المؤتمر الصحفي على الحاجة الملحة لإقامة مصالحة وطنية شاملة. كما دعا المجلس الرئاسي خلال هذا المؤتمر الصحفي كل المكونات الليبية إلى ضرورة الانخراط في هذه المصالحة الوطنية الشاملة. كما تم التأكيد أيضا أن مشروع المصالحة الوطنية لن يكون تحت أي وصاية سياسية. المجلس الرئاسي وخلال هذا المؤتمر الذي تم فيه الإعلان عن تشكيل المفوضية الوطنية العليا للمصالحة أكد سعيه لطي صفحة الخلاف وفتح صفحة المصالحة الوطنية من خلال هذه المفوضية. كما أكد أن المفوضية العليا للمصالحة ستواصل عملها لعدة سنوات. المجلس الرئاسي وخلال هذا المؤتمر الصحفي أيضا تطرق إلى الانتخابات القادمة، حيث أكد أنه لن يكون هناك تغيير أو تعديل لتاريخ الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي. كما دعا أيضا جميع الأجسام المنبثقة عن اتفاق جنيف أن تعمل معا من أجل الوصول وتحقيق هذه الانتخابات نهاية السنة في 24 من ديسمبر القادم. إذن مشاهدينا الآن ننتقل إلى التذكير بعناوين نشرتنا. رئيس الوزراء المالطي يصل إلى طرابلس ويلتقي المنيفي ودبيبة. ليبيا ومالطا تؤكدان تطلعهما لزيادة التعاون السياسي والتجاري بين البلدين. وفي كلمة وجهها للشعب دبيبة يؤكد السعي للوصول لاستحقاقات 24 من ديسمبر. وتزامنا ووصول اللقاح إلى ليبيا تفشي الوباء يجبر عددا من المناطق على إغلاق مؤسساتها التعليمية. وبذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة 4. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا على الانترنت libiachannel.com أو على صفحاتنا فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.